يلا عبد العم 10 دقايق وراجع لك. ايه رح اجيب اغراضي واجي. كيفك ابو اللول؟ على اقعد شوي. ابن عمي ناطرني برا. معلش خليه ينطر 10 دقايق، اقعد شوي. بعدين إليا، بعدين بحكي لك. المهم هلأ إني أهرب. أنا إرادتي خلاص ماتت. مغناطيس الغلط اللي هون أكبر من إني وأشو، فلهيك أنا هربان أضيع. مين بيعرف، بجوز موت وعيش وما أشوف الدنيا، بس على المقلية بموت وأنا مرتاح وضميري ما عم ياكلني من جوا. طيب إذا ما بدك تحكي لي من شانك، احكي لي من شاني. أيوة بس هالدقيقتين اسمعني فيهم، بعد روح اعمل اللي بدك اياه. أنا زلمة من وقت اللي خلقت لتاريخ قبل كم أسبوع بس، ما شفت يوم واحد هني مثل العالم والناس. حكايتي أنت بتعرفها كتير منيح. إجا هلأ الوقت والله أكرمني ببنت بحبها من كل قلبي، وطلع عندي أخت لكني مأمن عليها جنبي ومبسوط فيها كتير. ومع هيك كل فرحتي ناقصة حاليا بسببك أنت. ليك علاء، وقت إجيت أنت وسومر تسكنوا بهذا البيت كان صار لي سنة وثمان شهور بعد وفاة أمي وأنا مكتئب. شفتكن، حبيتكن، تعلقت فيكن كأنكن إخواتي، وأساساً مالي غيركن. سومر أنا بحبه كتير، بس أنت عندي غير. أنت غالي علي كتير، أنا بعتبرك مثل أخي الصغير مور فيي. لهيك لا تنقص علي فرحتي وقل لي شو صاير معك لأطمن عليك. والمهم شو صاير ومش شو بده يصير، أنا هون ما عاد فيني كفي. عندي حلين، يا برجع عالضيعة يا أما بضل هون بضل غرقان بهذا الخيار التاني. علاء أرجوك خليك على الخيار التاني، بس خليك هون جنبي بتروح عن فيك، بنتساعد نساعد بعض، وشو ما بدك أنا جاهز. أنت أكتر واحدة بيعرف، وخاصة بعد اللي صار، إنه هالمرة ما راح تنفذ منا يا أبو ريان. قدامك حلين،